أي معلومات تظهر ضمن هذه الحلقة هي من مصادر غير موثوقة، فقد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ. يؤمن معتنقو نظرية المؤامرة بأن كوكب الأرض ليس كروياً بل هو مسطح، وبأن جميع صور ناسا الموجودة على الإنترنت لكوكب الأرض هي صور تم تعديلها، وأن كل الخرائط التي درسناها هي ليست الخرائط الحقيقية لكوكب الأرض. Space program, is it authentic? Are these pictures that we're getting, satellite pictures, are they really from satellites or are they from high altitude drone balloons? You know, the first civilization to introduce the globe, Earth, was the Roman Empire. And they weren't going into space back then either, so I don't know how they were able to prove that it was round. The Earth is flat. Why do you say that? The evidence that we've seen doesn't suggest that what we've been told is true. إن كنت تعتقد أن هذه المزاعم هي ضرب من الجنون، فاعلم أن الملايين حول العالم يؤمنون بنظرية الأرض المسطحة. فما هي نظرية الأرض المسطحة؟ وهل حقاً شكل الأرض هو أكبر كذبة قيلت للإنسانية على الإطلاق؟ وفي القرن 21 هل يعقل أن يكون هؤلاء جادين؟ وكيف يكون هذا ممكناً؟ مصادر غير موثوقة. الحلقة الثالثة، الأرض المسطحة. تشير نظرية الأرض المسطحة إلى أن كوكب الأرض هو على هيئة قرص أو سطح مستو وليس كروياً كما قيل لنا. نشأت فرضيات الأرض المسطحة الحديثة مع الكاتب الإنجليزي سامويل روبوثام، ففي صيف عام 1838 خاض روبوثام نهر بيدفورد واستخدم تلسكوباً محمولاً على ارتفاع 8 بوصات فوق سطح الماء لمشاهدة قارب بسارية طولها 5 أقدام يجذف ببطء مبتعداً عنه، وذكر أن المركب ظل في مستوى نظره باستمرار طوال الأميال 6 كاملة حتى وصل إلى جسر ويلني، في حين أنه إذا كان سطح الماء منحنياً بمقدار محيط الدائرة المعترف به للأرض الكروية، فقد كان ينبغي أن تكون قمة السارية تحت خط النظر بحوالي 11 قدماً. واستناداً إلى الاستنتاجات المستمدة من تجربة انبساط الأرض في بيدفورد، اقترح أن الأرض عبارة عن قرص مسطح مركزه في القطب الشمالي، ويحيط به على طول الحافة الجنوبية جدار من الجليد، هو القارة القطبية الجنوبية.